وحنا كحجين كدولة بنتلان احنا حقيها قودة حزبقة قولها حزبقة قولها فلينتا قولها وكيلة بنتلان قولها وزيرة مصرحين تا وصرحان قولها دقان كقروة دان قرويو يو قدب جيران حول وضع النظر حسبك مسؤولين تا حسبك هير قبل كنقال دمانتين بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي وحا صرفنا إن تاغير ياشي مسؤولين تي كا أي مانتا هالكا كوأرن سنايان سيدي وديار جروب الهايين دور شطا دعي دون تصدح لواتن كبشا وعن ماركو هوري أمهات علينا يا إلهي سبحانه وتعالى وعن سيدو كلام هاد وسو جايدين يا وحقرتك وغور ريان السمدة عقاشة يا وحقرتك قبل كنوغال ورنتي تاني دور شطا وانت يدعي اوهي لنا سيدي دور شطا نو أركي الهايين أنا وقحما إلى ماركو هوري كهرتو ديك بوينكي ظروفه جري أوجد رنتي وحى مهدان إسكاله يدور شدان قبسوه من ده مسؤولين تقبل كنقالوا عن أكل هارين إن يدور شدان أي قبسونته وحى أورك كا رنتي شرف وينوه إن دقموين كدنا دور شدو دي قبسوه ميس إن ديمقراطية دي هيرك شيء وحان كلو ربعينا سيجار وقوم مهد لغو دمان حزبية دا بنتي لان ورنتي آن اوكالا هارين مشروع دور الشدان او اكوة دا مدي سيهين ان دور الشدان صدحي دي مال قبط ما ها وح حكومة دا كلي يد كسو قاي حد دي سنقعان يقرب كهلين حزبية دا ورسياسة ديتك حزبية دا سياسة ديت يوح قردك قبلك سورة قل ما هاتين ما أنت هنا عن كجرنا على اللهم باللارن وهردعه وآه صدق الله بعدك سيدي لو قال لي وحاب الله قال إن هدي له هيد منه سيدي آت كبرتين كه هجان كذا وآه ملة تجابيي هدو يهاي هجان كسر الدولة يهدي ويهاي حمنها قلياشة دجان كا يصدق الدق ما هذا ما ضحك كه oo iyo naftirkooda ahaa xubno ururka ama xisbiga ka ka tirsana sida wanaagsan oo horumar kale ay degmooyinka uga shaqeeyeen waxaad ogtihiin degmada Galab Jiiraan oo muddo badan dib u dhac ka jiray muddadii uu keenanahay isbeddelka ka dhacay isbeddelka ku dhacay xarumaha caafimaadka isbeddelka ku dhacay xarumaha waxbarashada jidadka horumarku ka socdo runtii waxaan أي تهاي سياسة حزبك وعن رجعين إنه كو قوليستو أو لا أركي دونا كوب متكا بلارن قبل كنوغال وحان وشيغ يا حزبك وحزبك كسو شغيي الرماه رمركا يا قبل كان و آه نصيبك أوين أي بنت لانش هدي أهان الله المشاريع دي وأوين جددك أي كسو عدد دقمدك قروة هدي نقطة بوندوين هدي نقطة جدد يا هذي نقطة مشروع وين قبل كان هاد كيف اللي دم العافمات ورنتي أدار كيسان إن دمان دك موين كقبل كنقال ما أنت وصعده سحب سميال مشاريع داس وحكينا سياسة دي حزب كان يه هو ودي نديس وحزب الغبر تي هرمر وحزب الغبر تي هفنان وحزب ضد كذا كحشة أخلاق يا أمانه يا هفنان وحان ربنا دادكينا نواديقنو وحان عاوة ماها بلشدي لما هالليه نعودك النسيين لهذا انت تنوا انتي للربي إني بلشد الله هادش انت وحوي انتي للربي إني بلشد الله هادش وحان رجعين إنا إن مالمها نودي من عاوة واسبرارجين لك وحان ربنا مالمها نودي من شقاء هذاكينا نقبنو السوق يبنو الدقان ندا مية مقالبة تفولوينكا وحان رجينا يا تدبدا مال موضو سو سعود إن شاء الله أنيقا يا مدحوين كوحيقين كبا وحان قد حشقين دوننا حرون تاني حرومها كالي حسبي قولي ياي وحان سيدنا وغشقين دوننا ونان هو بنو إن عدد كي
دادوينوه اي آنكو قنع انو اني حزبك كا حمناها يوسرحان اي دورتان ان شاء الله الوضعين ندا حزبك اي قبلك ايغو اي لاشقين ايان حارون تدحة وحا اي صوحو لان داد آن كتهم انو اني بلشادة قيمة وليهين داد آن كتهم انو اني بلشادة دارين كودا iyo waxa ay ka maleeynaayaan fulin kara waxaan soo sii sheegi doonaa insha Allah wal rabaa inaad u sheegtaa markaan dadka la hadleyno inaan hubin doono waxa aan balan qaadnay inaysan golaha deegaanka kaliya ahayn anaguna aan mas'uuliyiin ka nahay go'aanka maanta aan qaadno fulintiisa hadii la hadlo waxaan isku baraarujineynaa waa maalintan dabcan soo baxyadii dadweynaha waa noo dhimayeen laakiin maanta وحالكو يمين عقاشي يو حقردكي يا قويهانكي يا هالوضيان نادي حزبيغا قبل كنوغال ينتي كجوكتي قولاها الدحي وحان رجيري انها دي لها يدمو ارنتا تانوي كدو انتا هاي كوي هوري محا يالي فرصات كوين بان هاي سنة مركي صدن دقم افكا نوغوك الهيين وان ميلاها سوقيف سنين هادوا قران كرنا عليسكا الى هيد ما انتا waa saddex degmo kaliye waxay ka dhigan tahay saddexdi degmo oo horeeyay sidii aad mas'uuliyiintii ururku ay wadhex muuqdeen xilligaas ayaa saddexda degmo hadda u dambeysana ilaahay baa xikmadaas ogaa in saddex degmana hormarto saddex degmana dib marto soddon degmana dhexda ku jiraan ilaahay baa uga mahadnaqaynaa xikmadaas wixii dhacay wuxuu ahayd wax maqaadir ilaahay ku dhacay waxaan rabnaa inaan hore u socono waxaan rabnaa bulshadan inaan rarno geedigi caanaha lahaa rabnaa inaan geyno 23 waxa soo xirmi doona jabtar culus oo muddo badan reer Puntland ku taamayay waxaan aad ugu faraxsanahay muddooyinkii u dambeeyay oo loo socday sida dadka gobolkaani ay u soo banbaxeen xisbiyadii ee runtii ku tartamay waxaan runtii aad ugu farxay sida wanaagsan oo xadaarada iyo baxnimada leh xisbiyadu u tartamayaan anaga dabcan waa tartamayna oo tartanku waa furay hadda teenan ka hadleyna laakiin haddana ka iyo dawladda xilka la saaran oo ah hirgelinta dimuqraadiyadda taas aan noo dheer anaga marka waxaan rabnaa xisbiyada anagu aan ciriirineyn anagu aan ceebeyneyn anagu aqbaleyna eedaha ay noo soo jeedinayaan laakiin markeedan iska ka jawaabi doona caawma marka fagaaraha aan tagno eedo badan aan noo soo jeediyo waa isdifaacina dadkeennana waa la hadlaynaa codkoodana waa weydiisanaynaa haddii la haydmo waxaan rabnaa inta halka joogta iyo inta naga maqan ee halwadeennada xisbiga ah inay shaqo adag u diyaargaroobaan dabcan shaqo fiican baa qabsoontay muddadii hadda u dambeysay inkastoon iniga maqnaa waan ku faraxsanahay shaqada qabsoontay waana ku kalsoonahay xogayaha oo ah madaxweyne ku-xigeenka oo hogaaminaya shaqadii hadda intii ololaha lagu dhawaaqay inuu bilowday sida wanaagsan loo soo qabtay kaah waxay leedahay rasiid fiican waxay leedahay waxay hormud u tahay dimuqraadiyadda waxay hormud u tahay isbeddelka ku dhacay Puntland waxay hormud u tahay Soomaaliya dhinaca siyaasadda oo ah mashruuc runtii qiimo weyn ugu fadhiya bulshada Soomaaliyeed oo aan rajaynayno inuu noqdo mid halka ka hal ka soo baxay inuu Soomaali inteeda kale ifiyaan rajaynayna hadii la helo runtii aniga ma oranayo dadka koonfur galbeed ma dhahayo waa dadka reer Puntland kelmadda barakaca iyaga ku celceliya horta anaga waa horaan ka saarnay xaafadaha ayay ka tirsan yihiin degmooyinka iyo gobollada Puntland waxaan halka rabaa inaan ka ballan qaado ilaahay idinka isdoorashadu markay dhamaato wixii ay ka helaan xilalka la dooranayo waa meeshooda haddaba qayb ay ka heleen laakiin waxaan ballan qaadayaa dawladda dhexe inay wax ka heli doonaan haddii ilaahay idmo oo weliba gobol walba ay ka muuqan doonaan haddii ilaahay idmo dhowaan markii doorashada dhammaato dadkan la magacaabi doona qayb ka ahaan doonaan waxaan rabnaa codkooda qiimo weyn buu noogu fadhiyaa inaad doorataan degmada Garoowe baad ku badan tihiin hadda degmada godob jiiraan iyo degmooyinka kaleeta ee dangor ee wixii ka joogana aad la hadashaan maalintaas waxaan rajaynaynaa ayaantii hore oo 30 degmo dad badan oo xisbiyadu diidan doorashada ayaan islahaa waxu hambeeya oo waa isgaaminayna
ما أنت مرة منو إن وحرمنا صدق إحنا بينان قاعدنا مرق وحال الربع صدق سأذاك اللي هو ترتبع الربع ما أنت هرته وحبذن بان تناسوري إنه محي لي وحمبري إن ديمقراطية ده فرصة بدن سينين إني دقموين كقيبة ودين إني وحبذن بان وهذا ركتير وكو وحير لو أنا حتى أسكسين إني تاس بريد بين نجاه لكن قبل كنا قال وأبوه حزبك كاه وأنا هلك وكل هالشيء مرق وحال الربع قبل كنا قال degmooyin kiisa saddexda ah ay la horan u haynay dabcan burtin la anaga iska bixin waad ogtiino xisbiga mideey waa maxay misaan sanad ah sanad waa xooga waa isaga qalin dimbal laakiin tirada badan anaga haysan waad ogtiin marka waxba caafimaadno marka saddexda degmaha lagu fara adeego شقة على جانب سقيسة تاسع شقة نوبلان آه يقول إن شاء الله وأن رجينا ندق مويك أردن إن أنك وضع القلنا ده عن عاصمة عريس كذا لا ده هاي لابد الدق مواس قايبين دورنا هدي له هدمو شقة في عم بان كمان إن مال ما سوى سعته آت بعد ما سنتين وقتك في عرق هذا النبي برار وفي عم بعد عاي أنت هالك هذا شو ما حسنته هاي إن شقة نوبلان أنت هسه كسر قبل قبينا يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.